كنت تعرف بستاردو فالي. إذا استخدمتوا البريزماتيك شارب أو حتى صدفة الرينبو شيل اللي بتلاقوها بالصيف بآلة الخياطة مع أي قطعة ملابس، راح تقدروا تغيروا لون هاي القطعة لأي لون بدكم إياه. تقدروا تفعلوا الإيموجيز على البي سي أو الكونسول لما تضغطوا حرف الواي على البي سي أو الار 3 بالكنترولر. وفي إيموجيز زيادة ممكن تاخدوها، إذا كبستوا رايت كليك على واحدة من هاي الإيموجيز راح تطلع لكم خيارات جديدة. تقدروا تحطوا شعلة على السور تاعكم عشان تضويلكم المزرعة أو تجملكم إياها. ولما يخرب السور تاعكم مو لازم تكسروه عشان تبدلوه، ممكن تحملوا سور جديد وتتفاعلوا مع السور القديم وراح يبدلكم إياه. وإذا تعبتوا كتير من تبديل السور تاعكم وما جمعتوا كفاية عشان تشتروا ساعة ذهبية، ممكن تحطوا إشي بديل ودائم زي شجرة الشاي أو الرود، واللي حتعطيكم نفس المفعول. بس لا تنسوا تحطوا باب خشبي عشان تفوتوا وتطلعوا.